السلام عليكم، شلونكم يا اسطير؟ اليوم جبنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نشرح لكم على التحديات الاسبوع الصيف، هذا التحدي الثالث اللي حبشوا بالفيديو. ليتس جو مشاهده متاع، ما تنسونا بلايك تعليق حلو، وما تنسوا الكود الايتم شوب زوم 93 93، تابعوا الفيديو ومشاهده متاع. شوي اسطير لازم ندخل كرييتيف، شوفوا انا جايبكم اسهل طريقه وبتخلصون دغري. تدخلوا على هذه الجزيره، شوف هذا هو الكود، تمام؟ هذا هو الماب. اسطير ما حط لايك، حط لنا لايك، حط لنا تعليق حلو. شو يصير؟ اول مهمة لازم تشتروا من الالات تقريبا 50 مرة، وانتو اسهل شيء انه تشتروا طلق. يا جماعة اشتروا طلق، تمام؟ هيك بتخلصوا التحدي كلياتا. شوفوا لازم تشتروا طلق 50 مرة، لازم تشتروا طلق، تمام؟ يعني هي اسهل طريقة انه تشتروا. شوفوا مشان بالالة هذيك 150، هدول 5 5، يعني هيك بتخلصوا التحدي دغري. بصراحة يعني بدكم شيء 400 ذهب يكون معكم وبتخلصوها هيك التحدي. شو يصير التحدي اللي بعده؟ لازم تركب الطيارة، تمام؟ ولازم تسافروا 5000 متر، يعني عملوا مثلي. شوفوا يا اسطى ساوي نفس الحركة اللي عم سويها أنا، هيك بتخلصوا التحدي بالجيم واحد. يعني كلياتهم دول اللي عم بشرحهم أنا التحديات يا اسطى، تدخل نفس ما دخلت أنا وهيك بتخلصوا التحدي كلياته. شوفوا يا اسطى لازم تسافروا 5000 متر، تمام؟ تساوي هالطريقة وبتخلصوا هيك التحدي. شو يصير التحدي اللي بعده؟ لازم تدخلوا انتو ناس، يعني انتو رفقاتكم، تمام؟ مشان تخلصوا هذا التحدي. هذا التحدي لازم تركبوا الطيارة يا اسطير وتقتلوا الخصم تبعكم، تمام؟ شوفوا يا اسطير انا دخلت مع ناس، تمام؟ مع اصدقاء لنا. شوفوا يا اسطير عم بدل التيم تبعي مشان ما ندخل نفس التيم معهم، تمام؟ شوفوا يا اسطير راح ابلش الجيم نفس الطريقة هي يا اسطير، بتدخلوا كلياتكم وبتخلصوا كل المهمات تبعونكم بجيم واحد. جيم واحد بتخلصوا المهمات تبعونكم. شو يا اسطير؟ بتطلعوا بالطيارة، تمام؟ عندهم وبتيجوا بتقتلوهم، تمام؟ لازم تقتلوهم 25 مرة يا اسطير، وهيك بتخلصوا التحدي. وهيك بتخلصوا التحدي يا اسطير. هدول هن التحديات، وهذا هو كان الشرح. إذا عجبكم ما تنسونا بلايك، تعليق حلو، وما تنسوا الكود ايتم شوب 93 93، وإن شاء الله نشوفكم فيديوهات تانية. وهلا مشكون بخير وتضلوا بخير، والسلام عليكم.